شكرا. يوسف معنا، يوسف من يوسف. يلا يا يلا يبرا يلا يلا شطب يبرا يلا. هذا الفيديو كلش هواي طلبتوه مني، اللي هو نستفز ميلا ليوم كامل. لذلك اليوم راح نسوي لكم هذا الفيديو، طبعا بمساعدة بيبي آدم. راح نخلي بيبي آدم هو اللي يختار ويقرر الشغلات اللي راح نستفز ميلا بيها. وطبعا راح يكون عندنا عدة جولات، وكل جولة ميلا نستفزها وما تبكي وما تعيط راح تربح ويانا جائزة. رجعت ميلا الحلوة من المدرسة وقاعد تلعب ويا الدومي. أنا كثير جوعانة يا ماما. أوكي هسه راح نشوف شو نسوي لك أكل. أوكي؟ أوكي أنا كمان بدي الدومي هسه أكل، ما أريد أكل. قاعد شوفوا هذا مثل اليويو، يمكن هسه تلفوها فشنو شوية لازم. طبعا آدم يخاف منها. خلصت البطارية. العاب ام الربع. ادومي يرقص ايش قد خفيف. والله العرق العراقي ما تبين هسه مدح. ادومي هلا. هاي هسه راح نبدي بالتحديات ويانا. اول جوله حنخلي بيبي ادم هو اللي يختار بين اكثر اكله ميلا تكرهها اسوي لها هي، او اخليها تقوم هي تطبخ تسوي اكل لنفسها. يلا ادم مستعد؟ ايش العسار؟ ادم هسه مو وقت النوم، سوي لنا جوله اولى بعدين نروح نام. يلا اطبخ اكثر اكله تكرهها خليها تسوي هي اكلها. يلا ادم يلا اختار تساوي لها اكثر اكل بتكرهها. ايا خبيث ولا من هلا انت خابه. ها ايا خبيث اكثر اكله هي تكرهها. لك ليش يا بابا؟ مو حرام عليك ما تخليها تتغدى اليوم؟ يلا بابا هي مثل شوربة عدس. بابا افتحي حلقة شوربة عدس. ليش؟ لا بابا كلها بكي شوربة عدس لازم تاكلين. لا مو هذا الاكل، لا شوربة. هاي شوربة عدس مع خضار. والله أول وحدة حزرت، لا بكيت ولا شيء بس حزرت. جايز اكتبوا لنا بالتعليقات فشلت برأيكم لو شنو. والتحدي ثاني يا جايز، رح نخلي بيبي آدم يختار، يا أما ناخذه على محل ونشتري له ألعاب أو نخليه يلعب بأكثر لعبة ميلا تحبه. تعال نشوف بيبي آدم شنو رح يختار. يلا وانطلق آدم. شوفوا قام يركض حتى اختار إنه يلعب بأكثر لعبة ميلا تحبه. تعال نشوف شنو رح يصير. شوفوا شنو جبت البيبي آدم. طبعا اشتريت له ايباد، عرفوا هو صغيروني بس بالسياره من نروح كلش يضوجنا، لذلك يا جايز اشتريت هذا الايباد البيبي آدم حتى من نروح بالسياره نقعد احط له اغاني المفضله. هاي شنو الكفر هذا؟ ما حلو هذا مال بنات. شنو الكفر هذا؟ شلون نشيل الكفر؟ لا بلا شيل لنا الكفر عافيه. ليش بابا هذا الايباد صار مهدوم؟ لا ماما هذا الادم، هي مال ادم هذا. لا مال ادم جايز، بما انه ميلا ما قبلت تنطي الايباد لادم فاني قررت هاي الغرفه كلها راح احولها واسويها لبيبي ادم. شو رايك يا ايه؟ والله سويها سبايدر مان. نشيل هاي. يلا شيل لانه انا ما نوش انت تعشيها. يلا تعال. شنو؟ هاي شيلي الورود كلها تسوي سبايدر مان. سبايدر مان شيلنا اياها. لا بلش شيل الورود. يلا شيل الورود. ما ياخذ. شيل الورود. اوكي يا جايز برايكم ميلا فشلت. انا اقول فشلت. فشلت لانه كانت شوي حتبكي.
والتحدي الثالث يا جايز رح نخلي بيبي آدم يختار، يا أما نستفز ميلا قدام صديقته أو نعزمها على البيت ونطردها. تعالوا نشوف آدم شو رح يختار. أوه اختار نستفز ميلا قدام صديقتها. على فكرة شفتي بالمرتين الأولانيات اختار الأصفر بعدين هلأ اختار الأزرق؟ والله يعني عم ينوع مو إلا عم يضرب. جايز رايحين نجيب لولو صديقة ميلا وشوفوا منو لحقنا. شوفوا جبنا لولو. هاي لولو شوفوا شعرها اليوم مش قد حلو مسوية موديل. الله مش قد حلو. يلا 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 فوتو فوتو فوتو. يلا يا بنات يلا شطر من صوت يلا فوتو فوتو. يلا وصلنا على البيت. اجت لولو ومن استقبلهم الدومي الدومي. شوفوا 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 ركض عليهم. اوكي هسه جتي بالي فكره، راح اقول لهم تعالوا يا بنات نسوي كريب. طبعا ميلا تموت تموت على الكريب. ونسوي ونكمل ونزينه وكل شيء وما اعطيها. ما حتعطيها؟ والله لا تموتنا والله. يا بنات تعالوا نسوي كريب. اول شيء راح نحط الطحين. ماشي انا لا اريد لولو تحط الطحين. لولو؟ انا لا خلي لولو تحط الطحين. لولو حط الطحين. ليش ليش؟ البيضه. لا انا. اوكي خلي ليان تخلط العاد. عافية بلولو شطورة. ما تقولي عافية لي. لا انت لا تساوي اي شيء حبيبي. ثانك يو ليان حبيبتي. شكرا لولو. شكرا يوسف معنا. يوسف شكرا يا بابا يا حلوة يا ميلا. لا لا شكرا. احلى وحده ان هول وورد تعمل تطبخ وتسوي لنا كريب. هاي عجينه الكريب صارت جاهزه. هسه رح نعطي وحده لولو وحده لميلا. هاتش لولو حبيبتي. واو هاتش دي المساعده لولو. ايوه هيك مديها مديها لتحت كمان لتحت لتحت مديها. ايوه هيك مديها. هاتني ماما انت تجيب مساعده. ساعدي لولو ساعدي لولو اول. يا شنو تلمتش قليله. ايه حطي لها كمان حطي لها. حبيبتي هاتش كلها خذيها كلها خذيها. هسه راح نحط الموز. إلا ما بدك موز صح لا بابا؟ لا ما تحبي. بدي بسكتي موز ستروبري. الموز كثير. والله موت عليك نحبك خذي هيك كثير. شوفي قديش كثير. اوه كل هدول لميلا. الله يلا لا تبكي بابا حبيبتي. ليش هيك؟ حاجة حاجة كثير هيك سويتيها بابا. هسه ميلا حبيبتي راح تاخذ موز. يلا اخذي موز حبيبتي. يا سلام شوفوا تبع ميلا شو حلوه. وهذا هو الشكل النهائي. اكتبوا لنا بالتعليقات ايش قد تقيمونا من 10 من 100 من 100 100. العافيه ان شاء الله صحه وهنا. هاي الدومي حتى الدومي عم يروح لعند ميلا. ماما قولي بسم الله. ما شافتك. ماما واحد ستروبري فول فروم مي. وين راحت بابا؟ واحدة فريز راحت؟ يا وين راحت بابا؟ Did you take mine؟ على بعضي. شوفي ماما شو حتعمل لك. حتعطيكي تبعها حتعطيكي تبعها كلها. هذا شنو هذا شو طبس بالشوكولا؟ نمزح معك بابا لا تزعلي حبيبتي. حبيبتي
هذا كان كل مقلب هنا يخلص مقلب بابا حبيبتي هنا يخلص ونشوفكم باشر اوكي نكمل خلاص يلا زعلت يومي لهلا ام حبيبتي وخدي هاي الكبيره بابا شوفي كم واحده فيها اوكي هل جيب لك كمان ستروبري جيب لك كمان فريز اوكي يلا صح وانا يلا لولو حبيبتي يلا كلوا يلا اليوم ما راح اقدر اكفي خلاص باشر بكره ان شاء الله بنكمل صباح الخير انتي ويما في دول الاسنان يلا اليوم لازم نكمل استفزاز ميلا اهو ما تقولي لي هسه تشلبتي وهاي الفكرة استفزاز واستفزاز ما كافي البارحة موتيها من المتش الأختي ميلا يا ماما البارحة صالحتها أني حبيبي خلاص بس بشغلتي نستفزها أوكي؟ آخر اختبارين يلا جاهز؟ ايه جاهز كافي تلحي يلا رح تجي ميلا من المدرسة ايه مو قلت لك ايه اوكي يا جايز قررنا نكمل الاختبارات برا البيت رح نشتري ملابس البيبي ادم ونقول لها ما قالش ملابس العيد او نشتري لها ملابس عيد ولاديه ملابس ولاديه انا كلش حابه ادم يختار هذا ابني اختار هذا الاختيار اوكي بابا البيبي عشان نشتري لميلا ملابس صبيانيه ركز على اهدافك ركز على اهدافك يلا يلا بعد عندنا اختيار ثاني حتى نخليه هنا يختار اوكي ثاني. اوكي هذا اختبار ثاني راح نسويه برا البيت يا اما نشتري ايس كريم لبيبي ادم ايس كريم لادم او نشتري له لعبه يلا يلا اوكي خلينا نروح لكان نجيب لعبة لآدم ونجيب له لميلة ثياب صبيانية ويا جايز هسا وصلنا على المحل وراح نشتري ملابس اول شيء لميلة وبعدين نشتري لعبة لبيبي آدم يلا خليكم وياك يا جايز وصلنا على قسم البويز واو هدول البويز نجيب لك من ميلا شوفي شوفي شو رأيك شوف هذا لا ليش بابا هذا البويز هاي ملابس العيد هدول بابا تلبسيهم بالعيد اوكي هذا واو باعش قد حلو يصير واو شوفي هذا البنطلون كمان شو حلو لا خدي خدي كبيرين لا واو شوفي هذا القميص لا هذا جميل لا هذا صدق حلو بالعيد تلبسيه اوه نايس شيء جميل ناخذ ليش بابا هذا ما بخياس بابا البنطلون شوف لا لسه انا بدي اختار له انا بدي اختار له لبسه العيد ليش يا بابا هيك عم تعملي عيب حجب له وحده ثانيه كمان زري شو لونه حجب له كمان لك هي شويه 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 يطردونا والله من المحل شوفي هذا القميص الله جزر الهواي كوكو بابا هاي حلوه والله هي ميلا كانت تقول لي اني كلش احب سبايدر مان اي والله وحتى عيد ميلادها تدي تسوي سبايدر مان بس والله بس حشو راح ترجعها والله بلال اشتغل والله رجعها العيد وانا قياس 6 هذا والله كلش حلو خلص خليه هنا هذا 6 ريز يعني هاي ما تخلينا نحط بس احنا شنو ما عندنا كلمه امشي اي والله هو أنا اختار إنه أنا بدي أشتري لعبة. هو إيه آدم خلاص. لعبة. بس لآدم. يلا دومي روح اختار حبيبي شو بدك لعبة اختار يلا. دومي. هي هون يحط الأشكال. بدي أعرف يحطهم بس لسه صغير. هدي حبة. بلا شنو بس وحدة. اختار له شي ثلاثة أربع ألعاب. يلا جيب له جيب له. شنية. لا ماما ما كلش لعبة. ما إلش لعبة لا بس لآدم. لا. لا ماكو بس لآدم. دومي الله ايش كذا الله بلا بلا خلي مره ثانيه لا رجعيها كيلو خمسه خذ 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 يلا امشي حتى ندفع يلا بسرعه
شنو هاي؟ مثعلبات. الله. وهيك بيقدر. وين المدلع؟ خذ اللعبة عم بيعيط. لا هو عيط عليها، هو عيط عليها على فكرة. تعال دومي، عيط عليها. هاي يا دخل. لا تخليها تاخذ العابها، روحي. ليش بابا عم تاخذي العاب بدل؟ روحي. تحبين ادم؟ حبه. مو تعالي بس ماما مجيبه. رح نجيب ليش ملابس؟ بلا امشي اختاري، مختاري انا ملابس، انت طلعتيها. حلوة كلش كانت. يلا رجعي هاي، يلا حط جيب هاي لادم، يلا جيب لي اياها. ومشيلها من العرباية. خلاص اني الزمها، ما راح تقدر تاخذها من ايدي. يلا خلاص. اوه شوفي هالسيارة، الله الله، جيب له، هو يحب السيارات. اي والله كلش حلوة هاي. اوه فيها بطارية. اوه والله تجنن، الله. ما تشوفها؟ لا ما تشوفيها، لا لا عيب. بكى بكى ادم، بكى. بكيتو حبيبي بلال. شوف بما انه هي كلها رجعتهم، فاني راح اختار الخيار الثاني، انه اجيب ايس كريم لبيبي ادم. اوكي بس لبيبي ادم. يلا امشي، انا رجعتي له كل العابه. يا جايز اليوم بيبي ادم راح ياكل ايس كريم لاول مره. شنو يوم؟ يلا امشوا. شنو؟ ليش ليش تبكي؟ هاي جيب لها هاي. اوه هاي الله. كل هذا صغير. لا لا هذا قطعتين بنطلون وقميص. هذا كلش حلو للعيد، للعيد هذا للعيد. ليش يبقولي لآدم؟ لا يلا روحي، يلا روحي. بس لميلة بدي يجيب، ما حجيب لازم. والله مش حيخلصنا من بلاد. بكيتي مبارح واليوم حاجة. والله بارح راضيت. حبايبي حاجة راضيناها مبارح، بس بكيناها مبارح واليوم حاجة. حبايبي حاجة، أنا ما عاد فيني اتحمل. بدك تساوي فكرة تانية روحي اعملي فيديو تاني. يلا إذا بتبكي لي بنتي هلأ خلص، بدي عن جد. شوف شوف باش قد حنينة جايبة الآدم. إيه حبيبي. أوي جايبته. تعي ماما تعي. تعي ميلة. لا شو تجيبي انت؟ عالي قولي لي. ماما حبيبتي بعوش قد حنينة، بعوش تفكر بي عمري. هاك اخذها اخذها. جايز اكتبوا لنا بالتعليقات برأيكم ميلا تستحق مفاجأة لولا. هاي شنو الهوسه؟ هاي شو مسوي عندي هنا؟ يلا 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 برا، يلا يلا شو طبعي برا، يلا يلا طبعي برا، يلا يلا. ليش ماما؟ ليش ماما؟ ليش ماما؟ يلا 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 شو سويتي؟ كان مقلب ديكو. يلا تعالوا يلا فوت العب. رجت بالدفة قوية ليال، تعرف تمثل والله. ها والله شفتي شو شاطرة. اي والله. يلا حبايبي لهنا نقول لكم تصبحون على ألف خير.